السلام عليكم البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، كنتمنى انك تكوني عيدتي، والله يجعل ايامنا تكون دائما اعياد وافراح ان شاء الله. سيدتي، اليوم جيتك بواحد الماسك، يعني للكلف العنيد. من اللي تنقول الكلف يعني مبيض من الدرجه الاولى، وكيفيه إزالة بهاق، يعني هاد الوصفة كتحيد لك الكلف، كتبيضك، كتحيد البهق. حنا تنقولوا البهق هو البهاق، يعني هاد المكونات متناول أي سيدة. ديريها لوليداتك إلا فيهم البهاق، ديريها لراجلك، ديريها لنفسك، ديريها يعني الجسم ديالك، وحتى الوجه ديالك إلا فيك الكلف ديريها. حتى الوجه ديالك الا كان فيك داك الكلف العنيد القديم اللي هو سنين 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 هو فيك، ديري هاد الوصفه هادي. غير هي حاجه وحده كتصبري عليها شويه، من الاستعمال الاول راه كتبان لك بياضيتي، كيبان لك هذا الفرق، ولكن ماشي من الاستعمال الاول غيتحيد لك في مره الكلف. لا حبيبتي، لا، من الاستعمال الاول غادي يبان لك الفرق، ولكن مع المداومه ان ما كيبقاش فيك داك الكلف، وما كيبقاش فيك البهق، كيصفي لك الدات ديالك. ديريها حبيبتي الدات ديالك، يعني هذا الصيف قرب يدخل، ممكن ديريها الجسم ديالك. ما كاينش البرد، ما تخافيش من البرد، ما تخافيش من شحال من حاجه، لان في البرد كنعجزو انك ديري الجسم ديالك، خصك تحيدي حوايجك وخصك تصبري شويه. يعني من اللي في الصيف، لا في الصيف عادي، يعني خدي راحتك. سيدتي، المكونات جد بسيطه، قلت لك في متناول اي سيده، غير الا ما بغيتيش انت، راه كلشي بين يدينا، كلشي بين يدينا حبيبتي، غير حنايا كنبقاو الله يهدينا وخلاص. المهم حبيبتي، هو انني عندي الوصفه، عندي بطاطا، عندي بطاطا، ها هي سلقتها، بطاطا سلقتها، كذلك عندي الطين الابيض، عندي الطين الابيض، ممكن ديري هذا، ممكن ديري ديال العبار، ممكن ديري اي ماركه. الطين الابيض حنا كنقولوا ليه الغسول الابيض. كذلك سيدتي عندي زيت الورد، زيت الورد وزيت الزيتون، زيت الزيتون انا كنخدم اللي هو خالي من الملح، يعني ما فيهش الملحه، مطحون بلا ملحه. سيدتي الطريقه، وواحد شويه هذيك البطاطا اللي حنا سلقناها الماء ديالها غادي نحتاجو غير واحد المعلقه. الطريقه سيدتي، كناخذ البطاطا اللي هي سلقت، الكمية اللي غادي نحتاج غادي نديرها، ممكن ندير كمية كبيرة ونحطها عندي في الثلاجة، ماشي مشكل. شنو غادي ندير؟ غادي نمعسها مزيان، ما يبقاوش فيها دوك الحبيبات، اي باش تسهل عليا انني نحطها على الوجه ديالي ولا نحطها في الجسم ديالي، على الكلف او لا على البهاق. ما فيكش الكلف حبيبتي كاع، وممكن ديري الوصفات، ممكن ديري هاد الوصفه ما فيكش الكلف نهائيا، وجهك زوين، غير هي باش تبقاي محافظه على البشره ديالك، عاطيه واحد النضاره واحد الجمال، خصك تهلاي فيها، خصك تغديها ضروري بالماسكات. هنا غنحتاج دابا واحد الملعقه ديال هذاك الماء ديال البطاطا اللي انا سلقتها فيه، يعني معلقه كبيره. مقياس ملعقة كبيرة،
نحس على واحد الخليط، ودابا غادي ندير جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، جوج معالق كبار، يعني انا عندي غير معلقه صغيره غادي نديرها مدوبله. وكذلك جوج معالق كبار ديال زيت الورد، ماسك غزال 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 غزال. الله هاد زيت الورد شحال فيه، واحد الرويحة على مزيناتها. هادي تصفي لك حتى الجسم ديالك سوان دوكور كتوحد اللون. غير هي غادي نعطيك الطريقه كيفاش غادي ديري ليها، وكذلك كنديرو ايه كنديرو ملعقه كبيره طبعا ديال الطين الابيض. قلبتها انا قلبها مقدار ملعقه كبيره ديال الطين الابيض. انا كنحصل على واحد العجينه، ها هي هذاك الماء ديال البطاطا كيبقى عندي حتى هو في الثلاجه، الوقت اللي بغيت نديرها ندير الوصفه كنزيد معلقه لانه كيتجمع ليا هذاك الخليط. سيدتي بالنسبه لاستعمال ديال الكلف كديريها على وجهك نصف ساعه كافيه، وكذلك يعني بغيت نديرها على وجهي ولكن غادي خارجه نتسخر. شوفي حبيبتي يعني ملي غادي ديريها على الوجه ديالك راه نصف ساعه كافيات واكثر، ماشي مشكل، ما عندها حتى شي ضرر، بالعكس غادي تعطيك يعني نتيجه اكثر يعني اكثر فعاليتها اكثر. وكذلك عندك بالنسبه للبهاق اللي هو الباد كيجيو الناس في العنق ديالهم في الظهر ديالهم الوليدات ديالهم، هذا غديريها صباح وعشيه ولكن ثلاثه السوايع تبقى. علاش انا قلت لكم الصيف هذا ممكن ديريها وتخليها ثلاثه ديال الساعات تبقى فوق البهاق، من بعد تغسليها عاوتاني في العشيه كذلك ثلاثه ديال السوايع من صباح وعشيه صباح وعشيه يوميا. ودعي معايا واحد الدعوه ديال الخير، وكنتمنى سيدتي يوصلكم الماسك بخير وعلى خير وتجربوه، لان الثقه هي كل شيء والتجربه خير برهان. جربي حبيبتي وردي عليا الخبر. مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للكلف قلت لكم راه كيعطيكم واحد النتيجه اللي هي من الاستعمال الاول، غير هو خاصك تداومي عليها. بالنسبه للبهاق خاصك تصبري شويه باش كتاخدي النتيجه اللي هي جد رائعه، ملي كديريها كتبقاي تقشري كيبدي تقشر داك البهاق شويه بشويه. حبيبتي يعني وصفه عندها سر كبير 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 بزاف بزاف، اللي هي مواد طبيعيه عاديه ومتناول اي سيده. كنتمنى تبارطاجيو مع صحاباتكم، ويعني كنتمنى كذلك تعليق زوينين ديالكم والبصمه. السلام عليكم حبيبتي، ما تنساوش تجربوا وتردوا عليا الاخبار. السلام عليكم.